الرحم لشهدائنا والحرية لمعتقلينا والشفاء العاجل لجرحانا. عام كامل، عام مشؤوم، عام مر على التدخل الروسي الغاشم. هذا النظام المافوي بإذن الله سندوس على هذا النظام، سنقلعه من أرضنا، سنقاومه، سنقتل آخر جندي روسي على أرضنا. ستكون الغوطة الشرعية، ستكون الشرعية مكبرة لهؤلاء الجنود الغاشمين. فلنغضب لحلب، فلنغضب لعاصمة الثقافة الإسلامية، فلنغضب لعاصمة سوريا الاقتصادية. كيف لا نغضب وأهلنا في حلب وأطفال حلب ونساء حلب تقتل بأيدي النظام الروسي، بأيدي العصابات الميليشية؟ كيف لا نغضب لحلب وأهلنا هناك يقتلون تحت الركام؟ كيف لا نغضب لحلب وقد يؤول الأوان للغوطة الشرعية؟ اليوم الغضب لحلب، هنا الغوطة، هنا حلب، هنا دوما، هنا حلب، هنا سوريا، هنا حلب. سنغضب لحلب بإذن الله، سندحر الروس، سنسقط هذا النظام الغاشم، سلن نبقي على أرضنا من دنس هذه التراب أبدا أبدا. سنبقى غاضبين إلى سوارنا ومجاهدينا. بوحدتكم نصرنا، بوحدتكم سننتصر على هذا النظام. نرجوكم أن تكونوا على قلب رجل واحد. النصر بوحدتكم، فلتكن بارودتكم باتجاه هذا النظام الغاشم في قلع النظام، معا لتحرير سوريا من الطغاة والغزاة والغلاة. سنكون معا في حركة تحرير لسوريا، سنقاوم حتى نحرر سوريا من هؤلاء الغزاة ومن الطغاة ومن العصابة الأسدية بإذن الله.